فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم عندما أقول له إن العالم الفلاني قد أخطأ في كذا يقول لا هو أعلم مني ومنك. إيه أنت لا تقول للناس فلان أخطأ في كذا والعالم فلان أخطأ في كذا وكذا، يعني هذا ما يترتب عليه إلا ضرر. ولكن إذا كان عندك علم وتبين الخطأ لا بأس، بين الخطأ. نعم. أما أنك تحسب المجالس وفلان أخطأ بكذا وفلان، ما يجوز هذا. نعم.